ما تغيري التركي اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ليه، ما انت جهل، ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتع. هو ده تركي يعني؟ امال ايه لو انت؟ وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف، اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بي، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمة، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت، يكون برنسس اللوكا بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. حبيبي يا بابي. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين، بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اختي نوال بارك الله فيكي، شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وآمننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء، ولهذا يا أخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعا وطاعا. يا شيخ ناصر انزل يا اخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عملت زيها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها، ها، عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوال شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا أنا كمان هشوف حالي ووقع له يمين الطلاق بتاعه. هو أنا واقعة ولا واقعة؟ ده أنا نوال بردك. أنت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمة في بقه. بس إيه رأيك يا بنت؟ أنت بنت طيبة وبنت حلال، أنا عرفتلك المكنة اللي هتعودي فيها.